مساء الخير أعزائي المشاهدين، ورجعنا لكم تاني في برنامجنا حلم وفكرة. والنهاردة حلقتنا مميزة جدا وتخص كل المشاهدين، إن شاء الله تستمتعوا بيها. بس الأول أرحب بصديقتي إيمان اللي منورانا أول مرة. نورتينا يا إيمان وشرفتينا جدا في برنامجنا، يا رب برنامجنا يبقى جميل معاكي إن شاء الله بإذن الله. النهاردة معانا ومعاكم دكتور محمدي عبد الحميد، الباحث في علوم علم النحل. اهلا بيك يا دكتور، نورتنا وشرفتنا النهارده. اهلا بيك ست الكل. اهلا بيك. يا ترى قدره الله سبحانه وتعالى بتتجلى في خلقه، وخلق من ضمن خلقه النحل. عايزه اعرف قدره الله سبحانه وتعالى في النحله البسيطه الصغيره قوي ديت، ممكن تشرح لنا؟ ان شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين، وعلينا وعليكم وعلى كل من تبعه بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. والحقيقة معجزة النبي صلى الله عليه وسلم معجزة ستظل إلى يوم القيامة لا يستطيع أن يباريها أحد. فربنا سبحانه وتعالى اختص العالم كله برحمته بهذه الآية الكريمة، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك زللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. والشفاء جه مرتين في القرآن، مرة خص به ربنا سبحانه وتعالى المؤمنين، ومرة خص به الناس أجمعين. ودي من رحمته الواسعة سبحانه وتعالى اللي قال فيها ورحمتي وسعت كل شيء. فسبحان الله العظيم في الآية الأولى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وهنا في ملحوظة مهمة جدا ننوه عليها عشان العلماء ما بيركزوش عليها شوية، وهي إيه؟ أن الأمر يحتاج في الاستشفاء بأي شيء إلى الاعتقاد الراسخ. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لو اعتقد أحدكم في حجر لأبره، فقلنا يا رسول الله يبره الحجر؟ قال صلى الله عليه وسلم بل يبره رب الحجر. فهنا في الآية الأولى لما بيقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ليه للمؤمنين القرآن يبقى شفاء ورحمة؟ لأن لازم يكونوا مؤمنين بالقرآن اللي هيتداووا بالقرآن، معتقدين فيه. فلازم ينزل، المؤمنين هم المعتقدين بالقرآن. أيوة طبعا. الكافرين ليسوا معتقدين بالقرآن، فيبقى إذن لابد أن يكون شفاء للمؤمنين لاعتقادهم فيه ولإيمانهم به. ثم تأتي الآية الأخرى فيه شفاء للناس. ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ يعني فيه شفاء للناس، يبقى إذن خص الناس به، خص الناس كلهم كلها، المؤمن والكافر. يبقى الكافر يؤمن شرطا بأن الأخذ هذه المنتجات شفاء يستشفى بها. يبقى لابد برضو من أن احنا لما نيجي نتعالج بحاجة النحل لابد أن يكون عندنا يقين تام ان احنا هنستشفى بيها. ولذلك ملحوظه مهمه جدا، ان ربنا سبحانه وتعالى جعل الاكتشافات الطبيه لمنتجات النحل واقعه في ايدي الكفار وفي ايدي اهل الكتاب الكتب السماويه. لم يبدا بها المسلمون ولكن بدا بها هؤلاء. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه في كتابه العزيز؟ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ولذلك كانت الاكتشافات في أيدي الـ 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 الأمم الأخرى. طب عشان يعتقدوا بقى في الآية دي لابد أنهم يكتشفوا بنفسهم ويروا فعلا الأدلة العلمية على هذا الأمر ويقوموا يؤمنوا به فيتداووا به. اتفضلي. طب يا دكتور لو سمحت، عاوزين نعرف إزاي العسل سم النحل يعني بيحدد الخلايا السرطانيه الموجوده في جسم الانسان ويقدر ان هو يهاجمها؟ هو الحقيقه سؤال جميل قوي 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 قوي. ميرسي، اشكرك.
يعني برضو من الحاجات الجميلة اللي أنا عايز أنوه عليها إن إحنا نشوف قدرة ربنا في منتجات النحل بما فيها سم النحل اللي إحنا بناخدها كعامل مهم جدا في الاستشفاء. تمام. لكن رغم إن إحنا بناخدها كعامل مهم للاستشفاء وبنستشفى بيها، معنى ذلك إن إحنا لا ننكر التداوي بالطب. أكيد. ولا ننكر أدوية الطب ولا الأدوية الحديثة. الاثنين مع بعض يا دكتور. ولكن نقول إنهم يا ريت السادة القائمين على الأدوية الحديثة والطب إنهم ياخدوا بهذه الأشياء، وفعلا خدوا بهذه الأشياء، وكثير في من الأدوية النهاردة موجودة من منتجات النحل في الدول الأجنبية، في كل دول أوروبا. تمام. في أمريكا، في كندا، يعني في كندا مثلا عاملين صمغ النحل نقط لعلاج الجيوب الأنفية. في 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 يوغوسلافيا من زمان جدا قبل ما تنقسم إلى عدة دول كانت عاملة كبسولات اسمها مالبروزيا، دي من حبوب اللقاح للتداوي بيها. تمام. كبسولات الرويال جيلي اللي موجودة في الخانات، في كبسولات مطعمة بمنتجات كثيرة من النحل وحطينها في كبسولة واحدة. سم النحل النهاردة في أمريكا عاملينه أقراص وبنتداوي. أيوة. أنا عارفة أن حضرتك برضو بتعالج الصدفية والإكزيما والضغط العالي والواطي والسكر برضو بسم النحل. ما كنت استكمالا بقى سؤال حضرتك الجميل مع سؤال حضرتها الممتاز جدا. بنجد في مواد النحل خاصية عجيبة جدا لا تتوافر في أي دواء آخر. ولذلك أنا قلت في حلقة من حلقات السابقة ردا على كلمة سبحانك يا رب إن التداوي بمنتجات النحل عبادة. أكيد. التداوي بمنتجات النحل عبادة والعمل فيه عبادة، لأنك بترى بتشوفي آيات الله عجيبة فيها. آيات لدرجة الله. إن أنا من ضمن الحاجات اللي إحنا بدأناها من زمان والناس ودلوقتي قرروها علميا، الهواء بتاع الخلية نفسه، الهواء خلية النحل. الإنسان لو فيه حساسية أو مشاكل في الجيوب الأنفية ويفتح الخلية ويشم هذا الهواء بيساعد على علاج بيعالج حساسية صدر والجيوب الأنفية. طبعا ما فيش كلام. ففي نقطة بقى مهمة اللي احنا هنرد بيها على سؤال حضراتكم المهم، ان بنجد حاجة النحل دي مش الحشرة اللي عاملاها، ولكن ربنا سبحانه. دي مكونات النحل بقى، مكونات اللي هي المكونات بتاعة النحل اللي هي التركيبات بتاعتها، لا اللي هي المنتجات. منتجات اللي هي ايه؟ سم النحل، الغذاء الملكي، العسل، حبوب اللقاح، صمغ النحل. دي منتجات النحل بيعملها. اما ربنا قال واوحى ربك الى النحل، يبقى لازم اخلي بالي ان اللي جاي بعدها شيء مذهل وعظيم وجليل وحيظل كذلك الى يوم القيامه. اكيد. فسبحان الله بدم في وحي ولحشره عشان تنتج هذه المنتجات اللي ما فيش اي مصنع في العالم قدر يحاكي او يعمل منتج منها، يحللها تحليل، حللوها. ولكن في مع من كل دي منتجات طبيعيه غير المنتجات المصنعه اللي هتيجي من المصانع التانية. يعني كل منتج في جزء معين في التحليل ما عرفوش ايه هو ولا قدروا يسموه. دي قدره الله سبحانه وتعالى بقى، في حاجه مختفيه ولا قدروا يعرفوا هو بيعالج ايه ولا قدروا يحللوه الى مواد اخرى. هم حللوه بس ما عرفوش يجيبوا النتيجه بتاعته. فهو احنا بنتكلم على مثلا الغذاء الملكي يتحلل مواد كثيره ويجوا عند حته معينه مش مفهومه، 3% 3.5 4 بتختلف من منتج لمنتج، ما يقدروش العلم ما قدرش يوصل لها ايه هي ولا يسميها ولا بتعالج ايه، لانها قدره من قدره الله سبحانه وتعالى. هذه المنتجات عشان حشره تعملها شيء مذهل جدا. تمام. وما يقدروش الا العالم اللي عارف ودارس. ولذلك من الاشياء اللي لفتت نظري اثناء بحثي في هذه المنتجات ان كان ربنا سبحانه وتعالى جعله علاج موجه بمعنى. ودي اول مره يعني ايه موجه؟ اول مره يتقال هذا الكلام. هشرح حضرتك. علاج موجه بمعنى ايه؟ كان ربنا سبحانه وتعالى بقدرته، لانه هو اللي انتج هذه المواد
مش الحشره ده هي مجرد عادية. الحشره اللي طلع منها المواد عشان يورينا الاعجاز لكن هو اوحى للحشره تعمل ده يبقى تمام. هو اللي نفذ ده جوه الحشره ولذلك قال ايه فاسلكي سبل ربك ذللا اي ان هذه المنتجات ستنتجها النحله بطريقه سهله وميسوره وتخرج بطريقه سهله وميسوره وهتنتج من مواد كلها شفاء اللي هي العسل وحبوب اللقاح فسبحان الله العظيم الذي تولى انتاج هذه المواد وانا بقولها علشان يعني اخواننا واسيادنا العلماء في امور الدين ياخدوا بالهم من الحاجات دي اللي انتجها ربنا سبحانه وتعالى فطلع معجزه وستطل معجزه الى يوم القيامه ولن يستطيع اي جهه علميه انها تنتج عسل مشابه لهذا العسل او حب لقاح زيها او صمغ نحل او غذاء ملكي يعني حبوب اللقاح النحله بتجيبها من الزهره اتحدى لو عملوا طريقه علميه تجمع الحبوب اللقاح من الزهور بنفس السرعه وبنفس الكفاءه وبنفس الكميه لا طبعا فالعلاج العلاج يعتبر علاج موجه بمعنى ايه ان ربنا سبحانه وتعالى كانه حط فيه يعني كانه عاقل كان فيه ذكاء ليه يقتل الحشره يقتل الميكروب الضار او يقتل الفيروس الضار ويسيب الميكروبات النافعه يعني بمعنى انا مثلا لو المعده فيها ميكروب سبحان الله لما الناس بتاخد مضاد حيوي المضاد الحيوي بيقتل الميكروبات الضاره والنافعه اجي انا اشوف حاجه النحل السم وضده هو في منتجات سم حاجه يعني حاجه ضد حاجه شيء ضد شيء لا ده انا بتكلم على المضاد الحيوي اللي بتنتجه المواد الكيماويه اللي بتبقى موجوده في الادخانات مواد كيماويه مواد كيماويه سبحان الله لما بيدوها كعلاج تقتل الميكروبات الضاره والنافعه في المعده تمام يعني بيعالجوا بيها ميكروب يقتل النافع والضر فبتحصل مشكله بعد كده لكن عسل النحل الضر بيتكسر فقط. بسرعه النافع بيتكسر ببطء تلقي حصل خلل عنده في المعده تعالي شوفي بقى حاجه النحل لما نديها العكس ومعروف علميا ان النحل قاتل للميكروبات والفيروسات غذاء الملكي قاتل للميكروبات والفيروسات ثم النحل قاتل للميكروبات والفيروسات وكذلك صمغ النحل لما ندي الحاجات دي بتقتل الميكروب الضار وتخلي وتنمي النافع ولذلك نرى نتيجه سريعه وقويه وتحسن بعدها ملحوظ الامر الثاني بقى يبقى هي كانها موجهه كانها عارفه هي بتعمل ايه تمام. في نفس الوقت الامر ده ما بيخليش في مضاعفات جانبيه تمام لا بيحسن عكس المضاد الحيوي اما تيجي مثلا انت بتعالجي المعده ايوه تجد ان وانت بتعالجي المعده كل حاجه في الجسم تتحسن تمام كل حاجه يبقى اذا حاجه النحل بتعمل ايه كانها بتعمل عمره في الجسم بمعنى تاني حاجه النحل اقوى شيء لعلاج المناعه تمام طب عاوز اسال حضرتك سؤال معلش لو شخص تعرض اكيد ليه منافع وليه اضرار لو شخص تعرض لاضرار مثلا سم النحل دوت او حصل له مضاعفات او اي حاجه ازاي نعالج ده بالنسبه لسم النحل سم النحل برضه عايز الفت النظر وازاي نعرف نتفادى اضراره اصلا الا انه مش سم بالمعنى بتاع العقارب والتعابين والحاجات دي سم نافع ولكن هو سم نافع زي ما الاستاذه بتقول يعني نجد مفيش ضرر عليه مفيش انسان حقول. ممكن يتاذى منه هقول حضرتك تمام سم النحل لما نيجي نشوف تكوينه سم النحل عجيب جدا وكل حاجه ربنا عجيبه اللي خلقها في النحله يعني لما تيجي تشوفي سم النحل تشوفي صمغ النحل تشوفي الغذاء الملكي تشوفي العسل تشوفي حبوب اللقاح تجد تمام. انها كلها بتتكون من ايه كلها بتتكون من مواد مفيده جدا ومقويه عشان كده كلها بتقوي جهاز المناعه يعني سم النحل في مجموعه كبيره جدا من الفيتامينات تمام. كسم النحل سم النحل اساسا هو ايه ماده بروتينيه ايوه يعني سم النحل ماده بروتينيه بروتين عالي جدا بيتكون منه سم النحل بيتكون من ايه؟ في حوالي 13 مكون من مكونات الزيوت العطريه. دكتور محمدي معانا اتصال من مين؟ الو؟ احمد فؤاد. ايوه اتفضل قول الو. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. منور يا دكتور والله كنت عايز استفسر عن حضرتك على سؤال كده في تلقيح النحل للاشجار وللنخل والكلام دوت يعني
يا حبيبي. هو سبحان الله النحلة بينقل حبوب اللقاح من زهرة إلى زهرة. وسبحان الله لما بتيجي تنقل الحبوب اللقاح من زهرة إلى زهرة هي بتقف على الزهرة، بل هي برضو من الملاحظات الجميلة اللي نحب نقولها إن هي مش بتقف على الزهرة المفتوحة، ولكن هي بتفتح الزهرة بإيديها عشان ما يبقاش فيها ميكروبات. بس الزهرة اللي بتبتدي تفتح، مجرد إن ورقة حتة صغيرة منها تفتح، أنا شفتها بعينيا مش فيلم تسجيل، لأ بتبتدي تفتح ورقه شفتها على زهره الموالح بتتكون عشان حضرتك ورقات. عندك نحل وبتتعامل معاه. شفتها بتفتح الزهره ورقه وبتدل ايديها من هنا وبتدل ايديها الثانيه من هنا، وبتبتدي تجمع تمسح على الزهره بسرعه رهيبه. وبعد ما بتجمع بتعمل كده بتروح تفضل تفرج بايديها كده الطريقه اللي بيعملوا بيها بيقولوا عليها البرج او الحاجات التانيه دي، الكسكس او غيره، وتبتدي تعملها كلكعه زي حبايه الحلبه، وبعدين تروح حطاها في رجلها الشمال في شعر كده تحطها في وسط الشعر، وبعد كده تبل ايديها تاني مره تانيه وتبتدي برضو تجمع تاني وتعملها بنفس العمل تدورها وتروح حطاها كده. سبحان الله. فوجدت اني هناك شيء اخر في المواد اللي بيستشفى بيها الانسان، وهي ايه؟ زي ما قلنا الهواء بتاع الخليه. بنضيف بسؤال الاستاذ احمد، بنضيف ريق النحله. ريق النحله بيعالج ايه بقى؟ ريق لكل حاجه برضو. ما احنا قلنا منتجات النحله كلها ناخدها قاعده اساسيه انها بتعالج جميع. دكتور معلش، معانا محمود من بني سويف، اتفضل يا استاذ محمود. السلام عليكم يا فندم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كنت بكلم الدكتور محمود. اتفضل الدكتور مع حضرتك. ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا يا حبيبي. لو سمحت بس سؤال على السريع. اتفضل. بالنسبه انا بجيب العسل الابيض معايا حضرتك. الايه؟ العسل الابيض؟ بجيب العسل الابيض بس ما اعرفوش احيانا بيطلع مغشوش. ازاي نعرف العسل الابيض من العسل المغشوش؟ ما هي دي مشكله. ايوه تمام كده يا فندم. اوكي ماشي حاضر. اتفضل. مظهر موثوق منه بقى. دي مشكله ان ما فيش طريقه ان نختبر بيها العسل في البيت. خالص لازم المعمل، ولذلك هم بيعتمدوا على دي في ايه؟ طب للمشاهدين العاديين يعرفوا ازاي؟ ما انا بقول لحضرتك اهو، ولذلك هم بيعتمدوا على الحته دي، ويقول لك اللي يكتشف ان فيه غش ان يديله كام الف جنيه، لان هو عارف ان ما فيش طريقه في البيت. ولا في الطعم؟ لا في الطعم ده يعرفه، يعرفه الخبير، يعرفوا اللي واخد على انه ياكل عسل صح. اللي واخد على عسل. ولذلك هم بيقيسوا ايه بقى علشان نقربها طيب للمشاهدين كلهم. معلش يا دكتور احنا مكالماتنا كتير النهارده. معانا استاذ جمال من سوهاج. اهلا بك يا استاذ جمال. اهلا بك. اهلا بحضرتك، اتفضل سؤالك. لو سمحت. اتفضل. لو سمحت انا بتعالج بيها شهر بسم النحل. ايوه. بيتعالج بقاله شهر من سم النحل. وطي التلفزيون لو سمحت. الفقرة الرابعة والخامسة. يا أستاذ جمال وطي التلفزيون لو سمحت. هو بيتعالج بسم النحل. سمعوا. اتفضل جمال. اتفضل. خلاص. معانا معلش سؤال تاني من إيمان، اتفضلي يا أستاذة إيمان. أستاذة إيمان. ألو. الخط قطع، الخط قطع يا دكتور، جاوب على السؤال. فهنا الشيء الآخر إن إحنا بنقول ريق النحلة، احنا اتفقنا ملخصا ان كل منتجات النحل بتعالج، بتقوي الجهاز المناعي. كل منتجات النحل يعني من ضمن الحاجات اللي احنا كنا لسه بنقولها في سم النحل، زيوت طيارة، بروتين عالي جدا، مواد كربوهيدراتية، انزيمات، احماض امينية، كل ده موجود في النحل. تستعجب ان ما فيهوش مادة سامة. طيب. ولكن كل دوت بيعالج وبيعالج. طب يا دكتور معلش جاوب على استاذ جمال، لان احنا اتفضل. لا هو بيقول ان هو بقاله شهر بيتعالج من سم النحل. طب ايه المشكله عنده؟ ما مش الفقرات الثالثه والرابعه هو بيتعالج بيها. هو طبعا من سم النحل. هو طبعا سم النحل من الحاجات الممتازه جدا اللي بتعالج مشاكل الفقرات وبتعالج مشاكل المفاصل. دي بتجيب نتيجه. ودايما انا بقول في حاجه مهمه جدا، ان احنا بنتكلم على اساس علمي، ما بنتكلمش مجرد ان واحد نحال وبيقول ايه اقرصه بنحلايه وما عندوش ادله. وان كان يكفينا فيه شفاء للناس، لكن النهارده الـ الاخوه العلماء في العالم الغربي
قتلوا الموضوع بحثا وتوصلوا الى ان سم النحل بيعالج فعلا حاجات علاج نهائي. زي ايه حضرتك لو سمحتي لي؟ معلش. زي مثلا الحمى الروماتيزميه. الحمى الروماتيزميه لما سنه 1897 عالم اسمه ليو بارسكن، العالم ده قال ان سم النحل هو العلاج الناجح والناجع في علاج الحمى الروماتيزميه نهائيا. دي ملهاش علاج كيميائي. مش بتاعنا. نعم، ملهوش علاج كيميائي. بيعالجوها وبيدوا البنسلين طويل المفعول وحاجات تانية كتيرة. ده موقف بس، لكن مش بيعالج. لكن بالنسبه انه يعالجها نهائيا، لا، النحل يعالجها نهائيا. بالنسبه بقى لمشاكل الفقرات، عشان الاستاذ جمال وسؤال حضرتك، بنجد ان سم النحل اصلا بيعمل حاجه مهمه جدا. ايه هي؟ سم النحل فيه ماده، واحنا اتكلمنا فيها قبل كده في قنوات اخرى، في ماده اسمها الهيالورونيدايز. دي مجموعه انزيمات. دكتور انا اسفه جدا، الوقت بيدهمنا ومعانا يعني مش عارفه اقول لحضرتك ايه. اتمنى الوقت للاسف خلص يعني. طب دي سريعا، الهيالورونيدايز دي بتعمل عمليه اعاده يعني تحسين واصلاح للجهاز الشعيري اللي موجود في الجسم، ودي مشكله الجسم كلها. الجهاز الشعيري، مجرد ان الجهاز الشعيري الشرايين بتوصل لمناطق مختلفه في الجسم فيها شعيرات دمويه، الشعيرات الدمويه دي احيانا بيحصل فيها انسدادات. طب معلش، الجهاز السم النحل، حاضر، سم النحل هو اللي مجرد انك تقرصيه بيروح مغذي العضله او المفصل كويس، مجرد ان المفصل افتنا يا دكتور انا اسفه جدا، بتقويه خلاص، بيتشد والخشونه تتعالج. حضرتك شرفتنا جدا النهارده، وان شاء الله على امل في لقاء تاني باذن الله. ان شاء الله. واتشرفت بحضرتك النهارده انا وزميلتي منى، واعزائي المشاهدين نتمنى ان احنا نكون كنا ضيوف خفاف على قلبكم النهارده، وعلى وعد ان شاء الله بلقاء جديد كل يوم جمعه، واتمنى ان انتم تستنونا. لو اني ما لحقتش اقول حاجه برضه، معلش يا دكتور انا المكان